السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد. نظرا لأهمية الأحداث ولصلة الإسلام الوثيقة بالحياة ومجرياتها، وخصوصا في القضايا التي تتعلق بحقوق الشعوب ومظالمها وبالأخص منها قضايا المسلمين، فقد خصصنا هذه الحلقة للحديث عن العدوان الجاري على غزة وبيت المقدس من قبل جيش الاحتلال الصهيوني، التوصيف الشرعي لما يحصل في فلسطين اليوم وفي القلب منها غزة وبيت المقدس، وواجب المسلم تجاه فلسطين هو أهم ما نبحثه في حلقتنا هذه. تفاصيل هذا اللقاء تأتيكم بعد هنيها. إذن هذا الموضوع نضعه على طاولة الحوار مع ضيفنا الكريم الدكتور الحسن بن علي الكتاني، رئيس رابطة علماء المغرب العربي. أهلا ومرحبا بكم دكتور. ياكم الله، مرحبا. طبعا ما زلنا في أجواء العيد، كل عام وأنتم بخير، وأهلا في المغرب العربي بخير إن شاء الله. بالنسبة لما يحصل الآن في فلسطين دكتور الحسن، يعني أحداث كثيرة متسارعة الآن في غزة وفي بيت المقدس وفي عموم فلسطين المحتلة، هل ثمة توصيف شرعي يجب أن يقال لما يحصل هناك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، حقيقة أنا مسرور جدا أن أكون بينكم في هذا اليوم. بالنسبة لهذا الموضوع، الحقيقة أن العلماء أجمعوا على أنه إذا اعتدي على شبر من أرض المسلمين من قبل عدو خارجي يعني غير مسلم، وجب على أهل تلك البلاد أن يدافعوا، أي يجاهدوا دفاعا عن تلك البقعة، فإن لم يتمكنوا من ذلك توسع الوجوب حتى يعم الأرض كلها، فيصبح على المسلمين جميعا أن يدافعوا عن تلك البقعة من أرض الإسلام. فهذه مسألة أجمع عليها علماء الإسلام من جميع طوائفهم، حتى من أهل البدع والضلال والانحراف، كل الفقهاء أجمعوا على هذه المسألة. والأصل في ذلك أن أرض الإسلام لا يجوز أن تترك للكفار ليعيدوها إلى أرض الكفر. طيب يعني هل ينطبق ما يحصل الآن في فلسطين، يعني ينطبق عليه مصطلح الجهاد أم مصطلح المقاومة أكثر، أم مصطلح النضال ودفع المعتدي؟ يعني كما لا يخفاكم أن هذه الكلمات جديدة، كلمة مقاومة ونضال وما إلى ذلك، هي توصيفات عامة تصلح للمسلم والكافر والبر والفاجر، لكن التوصيف الشرعي عندنا نحن معشر المسلمين أن القتال يكون إما قتالا شرعيا فهو جهاد في سبيل الله، أو هو قتال عبث ومضيعة للعمر فهو يعني قتال عبثي. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل: الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن من قاتل دفاعا عن أرضه، ومن قاتل ذودا عن نفسه، ومن قاتل ذودا عن عرضه فقتل فهو شهيد. فإذا القتال دفاعا عن الأرض والنفس والعرض هو جهاد في سبيل الله، وصاحبه مجاهد، فإن قتل فهو شهيد إن شاء الله. حقيقة دكتور الحسن، ما حصل في بيت المقدس بالتحديد ألهب مشاعر كل الفلسطينيين، وفي القلب منهم طبعا المسلمين في غزة في الأراضي المحتلة عام 1948، إلى درجة أن هناك حصل هبة في كل الأراضي الفلسطينية تقريبا. سمعنا ما حصل في اللد وفي يافا وفي غير مدينة فلسطينية، لكن ثمة من أدرج درجة على بعض الألسنة من قبل يعني من خارج فلسطين توصيفات على بعض أهل الاختصاص من الإعلام ومن المحللين إلى آخره، يقول هناك احتمال لاندلاع حرب أهلية في داخل الأراضي الفلسطينية. هل هذا التوصيف هو دقيق دكتور؟ الحرب الأهلية تكون، أولا هذا المصطلح حرب أهلية هو مصطلح يعني سياسي معاصر، ليس مصطلحا شرعيا، ويقصدون به أن أهل بلاد واحدة يتقاتلون فيما بينهم. لكن الواقع أن فلسطين هي محتلة من قبل اليهود، جاءوا من العالم كله وتداعوا
حتى احتلوها واغتصبوها من أهلها. فإذا اليهود الذين في فلسطين ليسوا أهلها حتى يقال إنها حرب أهلية، هذه واحدة. المسألة الثانية أن كل قتال بين المسلمين وغير المسلمين والكفار، سواء كانوا من أهل الكتاب يهودا أو نصارى أو كانوا من المشركين من البوذيين من الهندوس من الوثنيين من غيرهم، كل قتال بين مسلمين وكفار فهو جهاد في سبيل الله، لا يقال عنه إنه حرب أهلية. حتى لو اقتتل أهل بلد واحد قوم يريدون شرع الله ودين الله وقوم يرفضون شرع الله ودين الله، فهذا جهاد لا يسمى حرب أهلية، يعني كما يحدث مثلا في الشام وكما حدث في غيرها من البلدان، هذه كلها يسمى جهادا ولا يقال فيه إنه حرب أهلية. طيب دكتور، هذا سؤالي قبل هذا الفاصل، قبل أن نذهب إلى فاصل، هذا سؤال أراه يعني يحتاج منكم إلى شيء من التفصيل وبعض التأصيلات الشرعية بالنسبة للمسلم وما يشاهده الآن فيما يحصل في فلسطين. ما الموقف الأساسي الذي ينبغي أن يحمله تجاه هذه الأحداث؟ هل ينبغي أن يكون على قاعدة سياسية أم على قاعدة إنسانية أم على قاعدة عقدية شرعية؟ والتأصيلات في ذلك من فضلك. هو الحقيقة نحن معشر المسلمين يجب أن تكون كل تحركاتنا وكل مواقفنا مستمدة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أننا نحن لنا شريعة تسيرنا وترسم لنا خارطة الطريق، لسنا محتاجين لأفكار أو إيديولوجيات إن صح التعبير لتنير لنا الطريق. نحن الحمد لله طريقنا واضحة بينة في كتاب الله عز وجل، فهذه الطريق في مثل هذه الأوضاع تقول لنا إنه إذا اعتدى عدو كافر على أرض المسلمين وجب على المسلمين جميعا أن يتناصروا ويتداعوا ويعين بعضهم بعضا حتى يقاتلوا هذا العدو ويخرجوه من أرضهم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقول ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فنحن مأمورون بالقتال. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، آيات تحض على القتال والجهاد ذودا عن الأرض والعرض والدين. فأما أن يقال بأن إن لكل مسلم أو لكل قوم أرضهم ووطنهم وما إلى ذلك، فهذا التقسيم نحن المسلمين لا نعترف به، هو تقسيم حادث بالمناسبة، معنى أنه ليس له من العمر إلا حوالي 70 عاما منذ سقطت الدولة العثمانية، قسمت بلاد المسلمين على تقسيم سايكس وبيكو بين الفرنسيين والإنجليز، وهو تقسيم يعني لا بد أنه سيتغير إن شاء الله بعد أن يستفيق المسلمون من غفلتهم. إذن الموقف الذي ينبغي أن يحمله كل مسلم في ذاته عينيا هو أن يكون قائما على أساس شرعي عقدي بحت صرف. نعم نعم. طيب. وطبعا تفضل. هذا الموقف العقدي أو الشرعي ينبني طبعا على مصالح ومفاسد ولكل موقعه في هذه المعركة، معنى أنه ليس الجميع مكلفين أن يحملوا السلاح، هناك الإعلامي، هناك من يجاهد بقلمه بلسانه بمواقف بماله إلى غير ذلك، فالكل يتداعى على نفس الموضوع ونفس القضية حتى ينصر القضية. وهذا مرتبط بوسائل وسبل وأوجه دعم ونصرة غزة الآن في الاعتداء أو العدوان الذي تواجهه من قبل الاحتلال الصهيوني، وهذا ما نبحثه بعد فاصل قصير إن شاء الله تعالى. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات.
أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن غزة وواجب نصرتها على المسلمين. في هذه الحلقة دائما ضيفنا الكريم الدكتور الحسن بن علي الكتاني، رئيس رابطة علماء المغرب العربي. أجدد الترحيب بكم دكتور. في مثل هذه الظروف التي يعيشها العرب والمسلمون اليوم، كيف تتجسد الصورة المثلى في تقديم كل مسلم واجب النصرة لأهل فلسطين وغزة بالتحديد؟ الحقيقة أن أنا أحببت أن أنبه على مسألة. هذه المعركة حقيقة بدأت منذ حوالي 70 عاما، ومع الأسف الشديد أن في بدايتها اختطفها القوميون العلمانيون، لكن مع كامل الأسف هؤلاء لم يجنوا إلا الحنظل، لم يجنوا شيئا من نظرياتهم التي تبعد الدين عن المعركة. هذه القضية قضية إسلامية، ولذلك يشعر بها آخر مسلم في العالم. اليوم نرى مظاهرات تؤيد هذه القضية الإسلامية في العالم كله من قبل مسلمين هنا وهناك، ومما يدل على أننا إذا أثرنا العاطفة الدينية لدى المسلمين فإنهم يثورون لقضاياهم ولأمتهم. الآن إذا وعى المسلمون بأن هذه قطعة من أرض الإسلام، وأعظم من ذلك أنها تضم البيت المقدس وهو الثالث بقعة مقدسة بعد الحرمين الشريفين مكة والمدينة، إذن مكانتها فضلا عن كونها أرضا إسلامية فهي أرض تضم بيت المقدس، وأرض تضم وهي أرض مقدسة لأن جزء من بلاد الشام، وهي أرض بارك الله حولها بنص كتاب الله عز وجل، فليست أرضا سهلة حتى يفرط فيها المسلمون. وبهذا يعلم كل واحد أن الواجب الثقيل عليه. أهل تلك البلاد واجبهم القتال، وواجبهم الدفاع بكل ما يملكون، لأنهم ملاصقون للقضية، ولأنهم أول معنيين بها. جميع جيرانهم مكلفون شرعا بمناصرتهم إن ضعفوا سلاحا وقوة وإعلاما، وهم مكلفون بأن يضغطوا على دولهم لكي تتحرك. يعني لا يعقل في مثل هذه الظروف أن نجد دولا لا زالت تطبع مع العدو المحتل، لا زالت تعتبره صديقا. دول قررت كما هو الحال مع الأسف الشديد في المغرب وفي غيرها من البلدان، قررت أن تغير مناهجها لتبين العلاقة الوطيدة مع اليهود عبر التاريخ، وقررت أن تجمل صورة اليهود في عين الناس، لأن الناس بطبيعتهم ولأنهم عندما يقرؤون كتاب الله يجدون آيات كثيرة تتحدث عن غدر اليهود، عن خيانتهم، عن قتلهم الأنبياء. طبعا هذه الصورة أرادوا أن يغيروها ويبينوا أن اليهود هم قوم لطيفون، هم جزء من نسيجنا الوطني، هم جزء من نسيجنا الاجتماعي. حتى بدأنا نسمع من يتحدث بأن فلسطين أو ما سمي بين قوسين بإسرائيل تضم عددا كبيرا من اليهود من أصول عربية من بلاد العرب، سواء المغرب أو شمال إفريقيا أو غيرها من البلدان، وأن هؤلاء اليهود هم جزء منا ونحن جزء منه، ومن حقهم أن يرجعوا إلى وطنهم يزوروه ويرجعوا إلى هناك، وأنهم جزء من بنات تلك الدولة. يعني سبحان الله، أصبحنا نفتخر بمن يذهب ويحتل أرض إخواننا ويطردهم من بلادهم ثم يتآمر عليهم ويقتلهم، وهذا غاية ما يكون في انقلاب المفاهيم وتخلل عقيدة الولاء والبراء التي هي جزء أصيل من عقيدة إسلامية وهي من مقتضيات توحيد الله عز وجل. طيب سأعود بعد قليل للحديث معك عن صور ووجوه الدعم الممكنة، وهي ربما تكون كثيرة تحتاج إلى شيء من التفصيل، لكن قبل ذلك تحدثت عن موضوع الدعم والدول. هناك يحال اليوم بين المسلمين وبين فلسطين لنصرة فلسطين، وهي أرض إسلامية مباركة، في ظل هذه الموانع الكثيرة التي تحول دون المسلمين وفلسطين دكتور، ما سبل الدعم الممكنة اليوم؟ سبل الدعم كثيرة جدا. الدعم الأول هو إزالة الغشاوة عن أعين المسلمين بتبيان وضع فلسطين وبيت المقدس وخطورة تركها للمحتل. هذه مسألة هامة جدا لكثرة ما أصبح التطبيع يغير مفاهيم الناس. ما كنا نحن في جيلنا نظنه من البدهيات أصبح عند الأجيال الجديدة أمرا يحتاج إلى توضيح. هذه مسألة
مسألة الثانية على العلماء أن يبينوا حكم الله عز وجل فيما يحدث. دكتور الحسن، معذرة عن المقاطعة، لو أذنت لي، نحن أفردنا محورا خاصا بعد هذا الفاصل الحديث فقط عن دور العلماء، لأن دور حاسم ومهم، لكن الآن نحن في 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 صور الدعم الممكنة بعيدا عن دور العلماء، سواء كانت أفراد مؤسسات أهلية. لكن قبل أن تكمل هذا الموضوع دكتور، تحدثت عن نقطة في غاية الأهمية وأشكرك على طرحها، قلت بأن يجب أن نزيل الغشاوة عن عيون المسلمين، يعني أنت تتحدث عن قضية الوعي، لو توسع لنا شيئا من هذا، كيف يمكن توعية المسلمين بحقيقة الصراع، بما يجري في فلسطين، بطبيعته، بخلفياته العقدية والتاريخية؟ نعم، أنا أعجبني بعض العلماء المعاصرين صنف عقيدة سماها العقيدة المقدسية، يعني عقيدة المسلمين تجاه بيت المقدس، وهناك آخرون من نظموا ذلك شعرا إلى غير ذلك، يعني مثل المتون التي نتدارسها في العقيدة والفقه وما إلى ذلك، نظموها وكتبوها كتابات صغيرة تحتاج إلى شرح وبسط، مما يجعل يعني الواجب علينا أن نتدارس ذلك ونعلمه للأجيال الجديدة. ما هو بيت المقدس؟ ما هو واجبنا تجاهه؟ ما هي عقيدتنا تجاه أرض فلسطين؟ إلى غير ذلك من الأمور، لأن فلسطين ليست كغيرها من بلدان العالم الإسلامي. صحيح أن أرض الإسلام جميعها يجب الحفاظ عليها، لكن الأرض تزداد قيمتها بقداستها وما فيها من تاريخ عريق، ما فيها من مساجد مثل المسجد الأقصى الذي هو ثالث الحرمين الشريفين، ومصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأمور. هذه المسائل يجب أن نعلمها. المسألة الثانية، يجب أن نعلم عقيدة الولاء والبراء، بمعنى أننا نوالي أهل تلك البلاد لأنهم إخواننا. يعني أنا أستغرب جدا عندما أسمع بعض العوام والدهماء، وهذه حقيقة لغة جديدة ما كنا نسمعها قديما، يقول لماذا أتفاعل مع أهل فلسطين وهم لم يتفاعلوا مع قضية الوطنية، مع أن تلك القضية الوطنية هي أصل مسألة صراع سياسي بين مسلمين بعضهم البعض. إذن كيف تقزم قضية دين مع قضية يعني سياسية هي أشبه ما يكون بالنزاع السياسي بين الاثنين أو النزاع الأخوي؟ هذا حقيقة مما يدل على انقلاب المفاهيم داخل عقول المسلمين. أيضا من الوعي بمثل هذه القضية أن نعلم مكايد اليهود ومخططاتهم، وكيف أنهم من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من لدن أن أرسل الله عز وجل إليهم المسيح عليه السلام، كيف أنهم تآمروا عليه وحاولوا أن يقتلوه، ثم رفعوا الله إليه، ثم تفاخروا بأنهم قتلوه وقالوا عن أمه كلاما عظيما، ثم تطور أمرهم إلى أن حاولوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله، بأبيه وأمي، إلى غير ذلك. وهذه مسائل سجلها القرآن الكريم، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال الله عز وجل فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، إلى غير ذلك من النصوص الهامة ومن التوعية، وهي هامة جدا، أن نسقط النظريات الصهيونية في أحقية اليهود بأرض فلسطين. اليهود كتبوا كثيرا واستنبطوا من نصوصهم نصوصا أولها على غير وجهها، فقالوا إن هذه أرض الميعاد وإنها أرض وعدها الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام ثم لبني إسرائيل. فنحن من واجبنا أن نبين أن إبراهيم عليه السلام لم يلد فقط إسحاق عليه السلام، إنما ولد إسحاق وإسماعيل، فالوعد جاء لكليهما ليس لإسحاق لوحده. ثم إن الوعد لبني إسرائيل هو ما استقاموا على دين الله عز وجل، ما أقاموا كتاب الله، وهو يشبه كلام قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فنحن ليست خيريتنا بأن اسمنا مسلمين أو بأننا عرب أو ما إلى ذلك، لا، بأننا نؤمن بالله ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فإن تنكبنا عن ذلك فذهبت خيريتنا، لا خير فينا. بذلك يرسل الله عز وجل علينا كما أرسل على بني إسرائيل من قبل من سامهم سوء العذاب، من شتتهم، من سباهم، من شردهم، لأنهم تنكبوا عن هدي الله عز وجل وخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى.
أشكرك على هذا التفصيل فيما يتعلق بمسألة توعية المسلمين بحقيقة الصراع وطبيعته وخلفيته، لكن ألتمس منك بيانا مناسبا أيضا مشابها لوسائل وسبل الدعم، يعني مثلا أموال الزكاة إلى أي مدى يعني يمكن الآن يمكن صرفها لفلسطين، قضية النصر على وسائل التواصل المجتمعي، يعني المسلمون الآن السبل المفتوحة أمامهم لتقديم هذا الدعم، خصوصا وأن هناك يعني من أهل غزة من يقول، من يخاطب العرب والمسلمين في الخارج بأنه لا تحقرون من الفعل شيئا، كل شيء يعني صح. يدعمهم صح. هو من يعني الدعم الأساسي أولا لأهل تلك البلاد ولمن استطاع أن ينصرهم بنفسه، هذه واحدة. من لم يستطع أن ينصر بنفسه فلينصر بماله، وأموال الزكاة يعني سهم في سبيل الله أول ما يطلق على الجهاد، وهؤلاء يجاهدون في سبيل الله فيجب نصرتهم في ذلك، ويدخل في ذلك أيضا الدعم الإعلامي والدعم المال، لأنه إعلام يدعو إلى جهاد أعداء الله عز وجل، فهو داخل في قول الله عز وجل وفي سبيل الله. فالدعم المادي بالمال بأموال الزكوات وبغيرها من الأموال هو أيضا من الأمور المطلوبة في هذه المرحلة. أيضا الدعم بالخطابة والتوعية وتبيان حقيقة الصراع، هذا أمر هام جدا، فكل صامت وهو يمكنه أن يتكلم في هذا الوقت فهو مقصر. والآن بفضل الله سبحانه وتعالى أنه أصبح لدينا وسائل إعلام لم تكن من قبل، وسائل التواصل الاجتماعي هذه سهلت على جميع الناس وهم في بيوتهم وهم جالسون على مكاتبهم وهم في فرشهم، يمكنهم أن يجاهدوا بالكلمة، بالنصرة، بإعادة التغريدة، بإعادة نشر المعلومة، بالفرح والتهليل لضربات المجاهدين، وبتبيان ما يصيب أعداء الله عز وجل. ولا يطؤون موطئ يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم. فيعني هذه من المسائل التي ينبغي على المسلمين أن يحرصوا عليها، كما أنهم الله عز وجل قال إن تكونوا تألمون إنهم يألمون كما تألمون. نحن نألم لما يصيب أهل غزة وأهل بيت المقدس وما إلى ذلك من قتل ولأواء وتشريد، أيضا هم وسبحان الله العظيم كما قال الله عز وجل ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، فهم الحياة عندهم هي رأس مالهم، ليس لديهم ما لدينا، وترجون من الله ما لا يرجون. نحن نرجو الآخرة، نرجو صحبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، نرجو صحبة الأنبياء عليهم السلام، هم ليس لديهم هذه النظرية، ليس لديهم هذه الأفكار أصلا، عندهم هذه الحياة، ذابت هذه الحياة، انتهى كل شيء لديهم. فإذا تجدهم يفرون من أمام وجوه من وجوه المجاهدين، تجدهم يفرون من القتال، وقد رأينا مقاطع لجنود يفرون من الذهاب إلى غزة، يفرون من القتال، تجدهم يولولون ويصرخون عندما تسقط القنابل عليهم، تجد المطار ممتلئا بالناس حتى يهربوا من تلك الأرض التي ليست أرضهم. يعني سبحان الله العظيم، الإنسان يدافع عن أرضه إلى آخر رمق، لكن بما أنها ليست أرضهم إنما أوتي بهم وقيل لهم هذه الأرض ستستمتعون فيها وسترون فيها العز وما إلى ذلك، فجاءوا فلما وجدوا أن الأمر بخلاف ذلك بدأوا يرجعون ثانية من حيث أتوا، ونسأل الله أن يرجعوا جميعهم من حيث أتوا. طيب هذا هذه وسائل الدعم. نعم، من الوسائل الأخرى الخروج في المظاهرات، يعني لا يقلل الإنسان من هذا، يعني إخواننا في غزة يتقوون، وهذه سمعناها وكتبوها، قال نحن عندما نرى هذه المظاهرات تقوى قلوبنا، ونقول والله إخواننا يؤيدوننا يسانديننا، لنا إخوة في العالم كله يقفون معنا في هذه المحنة التي نحن فيها. هذا هو دعمهم بالمراسلات، ترسل الرسائل التي تقويهم وتقول نحن معكم، نحن صامدون معكم، نحن نتألم لألمكم، تظهر الألم والأسى لما يحدث لهم، كل هذا مما يقوي قلوب أولئك القوم، تقويهم بالكلمة، بالخطابة، بالرسالة، ومن ذلك أنتم صامدون، أنتم رفعتم العار علينا، أنتم يا أهل غزة قمتم لله نصرة لبيت المقدس عندما أراد المجرمون أن يدنسوه. فعل والله يا أخي الكريم، يعني عندما أصبحنا وقيل لنا إن اليهود قد هجموا على ليلة 28 من رمضان، عندما هجموا على المسجد الأقصى، يعني استيقظنا من النوم في حالة يرثى لها، لكن لم تهدأ نفوسنا إلا بعد أن رأينا قصف صواريخ المقاومة للمجاهدين من غزة، حيث انتصروا لله وللمسجد الأقصى وجذبوا المعركة لبلادهم
وهذا أقصى ما يكون من التضحية والفداء في سبيل الله عز وجل، مما يسطر بمداد من فخر ندرسه لأبنائنا وأبناء أبنائنا، أن انظروا إلى أهل غزة كيف فدوا المسجد الأقصى وفدوا بيت المقدس وأكنافه في سبيل الله عز وجل. هل هذه الصور التي تحدثت عنها دكتور الحسن هي فروض أم هي مستحبات في هذا الوقت؟ لا هذه فروض الوقت، هذا هو فرض الوقت. يعني الدفاع عن بيت المقدس، الدفاع عن المسجد الأقصى، الدفاع عن أراضي، رحم الله الشيخ عبد الله عزام رحمه الله عندما كتب رسالته الشهيرة، الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان، وسطر فيها من كلام العلماء والأئمة من المذاهب الأربعة وغيرهم ما يكتب بمداد من ذهب، حيث إنه كتب فتواه الشهيرة تلك وطبعها ووزع ليبين أن الدفاع عن أراضي المسلمين هو أهم فروض الأعيان اليوم، ليس من نافلة القول وليس من فتات الوقت، بل هو مما ينبغي أن يتفرغ له كل إنسان، كل مسلم رجلا كان امرأة، وكلما ازداد منصبه ومكانته كلما كانت العبء أثقل عليه. يعني هي فروض عينية، بمعنى أنها إذا قام فريق من المسلمين بدعم غزة وفلسطين اليوم لا يسقط الإثم عن الفريق الذي لم يتحرك. يعني أنا لا أقول هذا، ولكن هو حقيقة إذا 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 وطئ العدو أرض الإسلام ولم يستطيعوا أن يدفعوه، فإن الفرضية فرضية العين تعم جميعهم. لكن كما تقدم يعني سابقا، فرضية العين هذه تختلف، منهم من يمكن أن يجاهد بنفسه، منهم من بماله، منهم بكلمته، بقلمه، بتغريدته، إلى غير ذلك من الأمور. طيب دكتور، اليوم على سبيل هذه الفروض التي تحدثت عنها، اليوم هناك أنظمة وتيارات ممانعة ومقاومة لنصرة فلسطين. يعني شاهدنا في إحدى الدول العربية كيف أن الأمن والشرطة منعت المتظاهرين من إحراق العلم الصهيوني، شاهدنا بأم العين. في مثل هذه الحالة يعني دكتور، ماذا على المسلم أن يفعل إذا ما كان ولي أمره يعني يمنع نصرة فلسطين ويمنع حرق العلم الصهيوني؟ لا طاعة لهؤلاء في مثل هذه الأمور، لا طاعة لهم، بل يجب إسقاط جميع اتفاقيات العار والشرار المسماة بالتطبيع مع العدو المحتل. ونحن إذا كان أهل غزة استطاعوا أن يقوموا في وجه أعتى قوة عسكرية في العالم، وقابلوها بأنفسهم، بأموالهم، بأبنائهم، فيعني نحن يصعب علينا أن نخرج ونصلح ونعلي أصواتنا بإسقاط هذه الاتفاقيات المشينة؟ لا يصعب ذلك بفضل الله عز وجل، لكن هي مسألة ذل وهوان يمكن للإنسان أن يقتنع بأن يخرج منه. إذا اقتنعنا بأن ننعتق من هذا الذل والهوان فيمكننا أن نفعل الكثير، لكن إذا أقنعنا أنفسنا بأننا مستضعفون وأننا لا طاقة لنا بجالوت وجنوده كما قال من قالها سابقا، لكن قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، فيمكن للمرء وللجمعيات وللمؤسسات وللجماعات أن تفعل الكثير إذا قررت أن تفعل ذلك. إذا قررنا أن نسقط هذه الاتفاقيات فإننا بإذن الله نسقطها. والدول في الأخير أخي الحبيب، الدول في الأخير يعني إذا رأت أن شعوبها ستنفلت من أيديها فإنها يجب أن تتبع شعوبها، لا تتبع غير شعوب. يعني ما مصلحة الحكام في أن يتبعوا غير شعوبهم ثم يفقدوا كل شيء؟ لا مصلحة لهم في ذلك. إذا في الأخير إذا رأوا الجد من شعوبهم فإنهم سيتابعون شعوب حتى لو كان عليهم ضغوطات الخارجية، يقول والله هذه شعوبنا ماذا نفعل؟ لهم عذر في يعني يستطيعون أن يعتذروا عمن يضغط عليهم من الخارج بأن هذه شعوبنا، يعني في النهاية سنفقد كل شيء، نفقد العدو والشعب، نفقد الحلفاء الخارجيين بين قوسين الحلفاء، ونفقد شعوبنا التي هي رأس مالنا. لكن إذا بقيت الشعوب في حالة القطيع وحالة القبول بكل شيء فإنها في النهاية تساق إلى الهاوية، وهي يعني ترى بأم عينها أنها تموت وستذبح وهي تقبل بالذبح والهوان، كما حدث للمسلمين أيام التتار وغيرهم عندما كانت المرأة الواحدة تدخل وتقول سأذهب وأتي السكين لأذبحكم جميعا، وكلهم ينتظروا حتى تأتي وتذبحهم جميعا. طيب إذا ما أخضعنا هذه الصور الكثيرة
من دعم المسلمين، الأفراد المسلمين لفلسطين اليوم، وفي القلب منها غزة وبيت المقدس، إذا ما أخضعناها لفقه الأولويات وبناء على المعطيات على الأرض، المعطيات الميدانية على الأرض، بما يحقق المنفعة الأكبر، أي أولويات ينبغي على المسلم أن يقدمها الآن لفلسطين في يومنا هذا؟ الأولى فالأولى. يعني الأولى الآن يعني الدعم، التوعية، التوعية هي أهم شيء الآن، لأننا مورس علينا تجهيل لمدة، يعني حقيقة لمدة طويلة، وهذا التجهيل وصل للمناهج، وصل لدول أصبحت يعني غيبت العلماء، يعني في كثير من الدول غيب العلماء، مثلا في الجزيرة العربية في يعني غيب العلماء تماما عن المشهد، بمعنى أن الصادعين بالحق منهم سجنوا، ومن بقي منهم كبتوا، لا يمكنهم أن يتحدثوا في هذه المواضيع. فماذا تتوقع من مجتمع مثل هذا إذا نشأ وهو يرى الكلام عن اليهود وأنهم إخواننا أو أنهم أحبابنا إلى غير ذلك من الكلمات، وتسهيل وتيسير، بل من ظهر من بيننا من يأتي بالآيات القرآنية والأحاديث التي تقول بأنهم يعني كأنهم يريدوا أن يقولوا إن فعلا لهم حقا في أرض دكتور فلسطين. المشكلة معذرة، يعني المشكلة ليست فقط في إظهار أو تظهير الصهاينة واليهود في فلسطين على أنهم إخوة، وإنما أيضا في شتم المسلمين في فلسطين والتركيز على الفلسطينيين في بعض الدول، وهذا مرتبط بما تفضلت بالحديث عنه في سلاح الوعي. تفضل دكتور. نعم صحيح، يعني رأينا كثيرا من الناس يقول إنهم هم من باع أرضه، هم باعوا أرضهم، هم الذين فرطوا فيها، فلماذا نحن نتعب أنفسنا؟ هناك تيار أيضا خبيث خطير جدا، وهذه هي التيارات القومية العلمانية المتصهينة، من مثل البربر المتصهينين ولهم تواجد في بلاد المغرب الإسلامي كله. وهؤلاء طبعا أنا حقيقة حاشا لله أن أقول إن أغلب البربر كذلك، بالعكس البربر أغلبهم هم قيادات الحركة الإسلامية، هم العلماء الربانيون في بلاد المغرب الإسلامي، هم الذين يصدحون بالحق، لكن نشأ تيار استنبت من زمن الاحتلال الفرنسي وتربى على كراهية الإسلام، كراهية العروبة، وهؤلاء يعلنون أنهم مع العدو الصهيوني، مع اليهود، ضد الإسلام والمسلمين، هكذا يقولون إن لليهود حقا، وقد رأينا منهم شيئا يندى له الجبين، هذا حقيقة جيب خبيث وسط المسلمين. ويشبههم أيضا بعض التيارات العلمانية في المشرق والمغرب، في مصر وفي غيرها، تيارات فرعونية أو قبطية أو ما إلى ذلك، تدعو إلى الوقوف مع العدو الصهيوني ضد المسلمين في فلسطين. دكتور كنت تتحدث عن موضوع الأولوية وعن موضوع الوعي، قضية مهمة جدا، كيف غسلت كثير من العقول وشتم فيها المسلمون في فلسطين، بينما بيضت صفحة اليهود الغاصبين للأرض، المحتلين الغرباء عن الأرض. تفضل دكتور. نعم، فقلت بأنه يجب علينا أن نقف في وجوه هؤلاء القوم، سواء كانوا من القوميين بأي قومية كانوا من القوميات التي تعيش وسط بلاد المسلمين و فضلوا القومية على الدين والعلاقة الوطيدة بين أهل الدين الواحد، يعني أهل الإسلام، فقدموا القوميات، ثم تطور بهم الأمر إلى أن فضلوا اليهود على المسلمين في فلسطين، أو اليهود على أهل فلسطين يعني بشكل عام. هؤلاء يجب الوقوف في وجههم ورد أطروحاتهم وتبيان أنهم بهذا يخونون أجدادهم ويخونون المبدأ الذي قام عليه دينهم كله. هذه مسألة. المسألة الثانية أيضا الرد على الوطنيين الذين يضيقون مفهوم الوطن فقط في الحدود الجغرافية المرسومة اليوم، ويقولون نحن ليس لدينا وقت لهؤلاء القوم، نحن لدينا مشاكل خاصة، لدينا كذا، وقد سمعناهم يقولون مثلا في المغرب تازة أو أولى من غزة، تازة مدينة في شمال المغرب، ولا شك أن هذا كلام فارغ، لا يقوله إنسان يرجو لله وقاره أو يفهم دينه، إلى غير ذلك من المفاهيم التي يجب على العلماء والمثقفين وذوي الرأي أن يقاوموها. الحمد لله هذه يعني الثورة الجديدة
استثارت من جديد شباب المسلمين في العالم الإسلامي كله، ورأينا من جديد شبابا يضحون ذكورا وإناثا، لهم مقاطع رائعة وإلى غير ذلك. والتوية سبحان الله هذا الجيل هو الذي نرجو بعد الله سبحانه وتعالى أن أو بفضل الله عز وجل أن يوعي الأجيال الجديدة. يعني كلما كانت التوعية في الأجيال الجديدة الشباب الحدثاء إلى غير ذلك يعني نأمل الخير، لكن إذا رأينا الأجيال الجديدة قد انحرفت مفاهيمها وتغيرت، هنا يعني نضع أيدينا على قلوبنا ونخشى من المستقبل. طيب فيما يتعلق يعني عطفا على ما ذكرته موضوع الوعي، تجذير الوعي في عقول المسلمين، ثمة مؤسسة مهمة جدا وكان لها دور حاسم في التاريخ الإسلامي في نصرة قضايا المسلمين والذب عن أراضي المسلمين، وهي المؤسسة العلمائية، العلماء. أي دور اليوم في وقتنا الراهن يمكن أن يؤديه العلماء في نصرة غزة في وقتنا الراهن؟ والحقيقة العلماء هم ورثة الأنبياء، والعلماء هم الذين يجب عليهم أن يقودوا الصفوف. العلماء في التاريخ كله كانوا هم في الصف الأول، هم الذين يبينون، هم الذين يقاتلون، هم الذين يستشهدون، لأنهم في الصف الأول. إذا كنت إمامي فكن أمامي كما قيل، فواجب عليهم أن يبينوا. من الخطأ الكبير من الفضحة أن يتماهى العلماء مع دولهم سياسيا، معنى أنه ينظر ما هو مزاج الدولة فهو يمشي مع مزاج الدولة، هذا خطأ. أنت العالم يجب أن تكون مستقلا، ورائدك هو كتاب الله عز وجل، لا أن يكون رائدك هو مسؤولك السياسي أو ما إلى ذلك. هذه حقيقة، هذه مسألة عظيمة. الحمد لله أن لدينا الآن مؤسسات علمية مستقلة وروابط علمية تصدح بالحق وتبين. الحمد لله رابط علماء المسلمين والذي أتشرف بأن أكون في الأمانة العامة لها، ورابط علماء المغرب العربي التي أتشرف بأن أكون رئيسا لها، واتحاد العالمي علماء المسلمين وغير، ورابط علماء أهل السنة إلى غير ذلك من الروابط العلمية، تكلموا وأصدروا فتاوى. حتى إني رأيت بيانا لعلماء جزر المالديف ذيبة المهل، وعلماء من العالم الإسلامي كله الحمد لله بفضل الله عز وجل بيّنوا وتكلموا، وهناك مقاطع، هناك دروس، هناك محاضرات، هناك كتب، هناك مثل هذه العقائد التي ذكرت لكم من العقيدة المقدسية والتحفة المقدسية لبعض العلماء عندنا إلى غير ذلك من الأمور التي تدل على أنه الحمد لله يوجد علماء صادقين الحمد لله. وهذا مما يدل على كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضر من خالفهم ولا من كذبهم إلى قيام الساعة. فالحمد لله هؤلاء العلماء الصادقون موجودون، يقابلهم العلماء الصامتون الساكتون، وهؤلاء حقيقة يعني يتحملون أوزارهم. طيب هذا العلماء الساكتون سأتي على الحديث عنه بعد قليل، لكن ذكرت يعني دكتور حسن، ذكرت أن بعض الروابط والهيئات العلمية التي قلت مثلا أنها مستقلة صدرت بيانات لدعم غزة. نريد أن يعني أن تحدثنا عن دور العلماء بشكل أكثر تفصيلي. هل يكفي أن تقدم روابط العلماء بيانا؟ ما الذي يفرق بيان رابطة علماء المسلمين عن بيان جهة قومية أو مؤسسة أهلية أو نظام سياسي ما؟ يعني ربما ينبغي أن يكون دور العلماء يعني أبعد من ذلك ويتجاوز هذه المساحات بكثير. نعم صحيح. العلماء أولا ينبغي أن نفرق بين بيانهم أو فتواهم وبين غيرهم، لأنهم عندما يتحدثون أولا فهم يوقعون نيابة عن الله عز وجل، معنى أن موقفهم هو دين، كأنهم يقولون يا معشر المسلمين هذا دين. فإذا من هذه الناحية قد وضحوا للناس الحكم الشرعي الذي هو يعني المنظور الذي يجب على المسلمين أن يمشوا عليه. يعني كنا قد تحدثنا عن البيانات التي صدرتها روابط وهيئات ومؤسسات العلمائية الإسلامية في العالم الإسلامي كله، وقد قلت لك معقبا بأن هذا الدور يتشابه فيه العلماء مع كل الجهات إسلامية وغير إسلامية، مع سياسية واجتماعية وأهلية. فما الميزة للعلماء في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة من الصراع في فلسطين بين المسلمين وبين الصهاينة؟ لا، العلماء موقفهم متغير مختلف تماما، لأن العلماء هم موقعون عن الله، العلماء يبينون حكم الله سبحانه وتعالى، العلماء هم ورثة الأنبياء، إذن كلمتهم هذه أشبه ما يكون بالتشريع، لأنهم يبينون حكم الله سبحانه وتعالى من كتاب الله وسنة رسوله. هذه مسألة الأولى. طبعا موقفهم يجب أن لا يقتصر فقط على البيان،
يجب على العلماء أيضا أن يتحركوا ليكونوا أيضا في الواجهة في في المسيرات. نعم. والمظاهرات. طيب وحتى في ذكرت نقطة مهمة وهي دكتور أن العلماء بيّنوا الأمر، بيّنوا حقيقة الصراع، وأن كلامهم هو توقيع عن الله سبحانه وتعالى بحسب ما تفضلت، وأن كلامهم أقرب إلى أن يكون تشريعا في هذه النازلة كما ذكرت. طيب هذه المكانة وهذه الأهمية وهذا الدور العظيم المناط بالعلماء، ألا ينبغي أن يدفعهم إلى التحرك نحو مساحة أعمق بكثير، أن يكون لهم دور ميداني، دور إعلامي، دور حركي أكبر بكثير مما هم عليه الآن؟ والله العلماء ليسوا شيئا واحدا، يعني إذا كان مثلا لدينا عالم كبير في السن فالكلمة منه يعني تكفي، أو كان كبيرا في القدر بمعنى أنه إذا تحدث فإنه يحرك جمهورا عظيما، فهذه الكلمة لها وزنها. هناك علماء آخرون شباب يمكنهم أن يتحركوا، يذهبوا يأتوا، يجمعوا الأموال، يقابلوا المسؤولين، يحركوا الشارع، فيعني كلما كان. لكن دكتور حسن، يعني الزبير بن العوام كان في الثمانينيات من عمره وكان يصرع الشباب في المعارك، والعز بن عبد السلام كان كبير القدر والعلم، والإمام ابن تيمية كذلك الأمر، ومع ذلك كان السيف في يد والكتاب في يد آخر والقلم في يد آخر. صح أخرى. صح، يعني هو ما تفضلتم به صحيح، ولكن يعني حقيقة ليس كل العلماء اليوم مثل الشيخ عز الدين القسام ولا الشيخ عبد الله عزام ولا غيرهما من العلماء الربانيين الذين كنا نراهم في الميدان واستشهدوا وهم في الميدان. ليس جميع العلماء مثل شيخ الإسلام تيمية. بالمناسبة شيخ الإسلام تيمية وقف لوحده في الشام في حين هرب أغلب العلماء إلى مصر، فلذلك يعني في بعض الأحوال يكون العالم الواحد بمئة عالم. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون علماؤنا في المستوى وفي مستوى هؤلاء الأئمة الكبار. يعني هناك علماء حقيقة لا يمكن أن نغمطهم حقهم، ونرى كثيرا من العلماء لا في المشرق ولا في المغرب، حتى هناك علماء لا نعرفهم مثل علماء باكستان، علماء إندونيسيا وماليزيا، علماء هؤلاء نراهم في المسيرات، نراهم ما يعني يصدحون ويتكلمون ويبينون ويوعون، أيضا علماء في الشام ومصر وليبيا وشمال إفريقيا كله. الحمد لله أرض الإسلام لا تخلو من خير. طيب أنا أريد أن أختم معك بهذا السؤال الذي هو يعني حقيقة مقلوب، يعني تحدثنا عن سبل الدعم الذي يمكن أن يقدمه المسلمون لغزة، لكن ماذا عن الفائدة التي يمكن أن يجنيها المسلمون من هذا الحراك وهذا الجهاد الحاصل الآن في غزة، بما ينعكس على نهضة إسلامية، على قيامة إسلامية، على تماسك إسلامي جديد وخطاب إسلامي جديد؟ يعني هو العالم الرباني والإنسان الذي يفهم هو الذي يقتنص الفرص. الآن اليوم هذه الفرصة هي فرصة ذهبية لإعادة الزخم لقضية الفلسطينية، ومن ورائها لتوعية المسلمين بأمر دينهم. فمن واجبنا اليوم أن نستفيد من هذا ونعيد الأمر جذعة كما كان من قبل. يعني نتذكر عندما كانت المسيرات المليونية وكان الجميع يخرجون، لكن مع يعني انهيار الربيع العربي حصل نوع من الإحباط لدى المسلمين. لكن نحن نأمل بعد هذه الثورة التي أثارت أهل فلسطين من البحر إلى النهر، وأثارت المسلمين في العالم الإسلامي، وأثر يعني عندما نسمع السيسي يريد أن يقدم دعما بالملايين لأهل غزة، وشيخ الأزهر يطبع فتوى بالجهاد بعشر لغات، الحقيقة أن هذا تطور مهم. حقيقة الحراك في الأرض يغير كثيرا من المفاهيم ويرجع الحياة لكثير من الأمور التي حاول الأعداء وحاول المخالفون قتلها في نفوس المسلمين. فهذه الأمة حقيقة ولود، وهي كالغيث، كلما ظن أعداؤها أن قد نامت أو ماتت كلما استيقظت من جديد بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن بضعة صواريخ من غزة المجاهدة أجرت الحياة، دماء الحياة في عروق المسلمين، بعدما ظن كثير بأن هذه العروق قد صارت يبابا يبسا. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي الكريم المكرم الدكتور الحسن بن علي الكتاني رئيس رابطة علماء المغرب العربي، والشكر الأكبر لكم مشاهدين الكرام على كرم المتابعة وحسنها. دمتم في حراسة الله.